السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من الناس اللي عندهم داء السكري النوع الأول ولا النوع الثاني، وعندك سكر تراكمي اللي هو الهيموغلوبين ليكي ولا الاش بي ان سي غير مضبوط فوق المعتاد، يعني أكثر من 6.5%، ممكن 7، ممكن 9، ممكن حتى 11، هذا الفيديو هذا يهمك بزاف. لهذا من فضلك تبع معي حتى الأخير حتى نعطيك واش هي التوصيات نتاع الطب الصيدلي في هذه الحالة حتى يرجع السكر التراكمي عندك للمستوى الطبيعي. للأسف كثير من الناس مصابين بالداء السكري بنوعيه، ولما يعملوا تحليل الدم لثلاثة أشهر باش يشوفوا السكر التراكمي يلقاو أنه النسبة المئوية نتاعو مرتفعة وزايدة على الحد اللازم اللي يكون فيه التوازن نتاع عند مريض السكر. احيانا المريض بتوصيه من الطبيب يعطي له جرعه زايده من الانسولين ولا يضاعف له العلاج اذا كان حبوب مثلا حتى يضبط عنده مستوى السكر اليومي وبالتالي ينضبط عنده مستوى السكر التراكمي. لكن الطبيب احيانا يعني او غالبا ما ينصح المريض انه يعمل نظام غذائي، لكن هذا النظام الغذائي على ماذا يرتكز اساسا؟ لانه في الكثير من الاحيان لما نشوفوا مرضى اللي عندهم المشكل هذا تاع السكر التراكمي غير مضبوط، لانه يقولوا دير ريجيم اليمونتير ويبقى المريض حاير وشنو هو الريجيم اليمونتير اللي لازم يعملوا. بالنسبه للمختصين تاع التغذيه او لا نوتريسيون عندهم برامج غذائيه مختصه في هذه الحاله بالذات، يرجى العودة لهم والرجوع إليهم. لكن بالنسبة لي أنا كمختص في الطب الصيني راح نعطيكم توصيات تاع الطب الصيني اللي هي مختلفة تماما. كما تعرفوا الناس اللي تتابع الطب الصيني، الطب الصيني هو عبارة على طب وصفي عنده فلسفة وما عندوش يعني معامل وتحاليل مخبرية وما إلى ذلك، لكنه التوصيات نتاعو بالتجربة هي صالحة في العصر اللي رانا نعيش فيه، لأنه الطب الصيني دائما يدعو إلى العودة إلى النظام الطبيعي أو التغذية الطبيعية. لهذا تبعوا معي مليح في هذا الفيديو، راح نفصل ونتكلم على في كل نقطة على النمط الغذائي اللي لازم يتبعه مريض السكري سواء من النوع الأول ولا من النوع الثاني اللي عنده سكر تراكمي غير منضبط وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بمشاكل أخرى صحية من بينها مشاكل شبكية العين، مشاكل الكلية، ومشاكل في الأوعية الدموية ولا حتى مشاكل في الأعصاب، وهذه خطيرة أيضا. بالنسبة للطب الصيني ينظر إلى الداء السكري على أنه إصابة في الطحال وإصابة في المعدة والكبد وممكن حتى إصابة أعضاء أخرى في الحالات المتقدمة. لهذا يعتني الطب الصيني بالجهاز الهضمي من هذه الناحية. الطب الصيني ما عندوش حتى معرفة في الاندكس جليسيميك والاندكس انسولينيك اللي يعرفوه في الطب المتعارف عليه ولا عند النيوتريسيونيست اللي يتكلموا في الغالب على برامج غذائية من هذا النوع يعني. لكن في الطب الصيني دائما ما يتكلموا على كل غذاء ممكن انه يخلي الجهاز الهضمي يعمل بشكل طويل، فهذا الغذاء بالنسبة للطب الصيني هو يؤثر ويؤدي بالتراجع في الوظيفة نتاع الجهاز الهضمي. ولما نتكلم عن الجهاز الهضمي في الطب الصيني فنحن نقصد البنكرياس أو الطحال والمعدة والأمعاء، يعني الأمعاء الغليظة والدقيقة والكبد. هذا بالنسبة لنا الجهاز الهضمي. فالطب الصيني للمريض اللي عنده سكر تراكمي عندنا نتبع 5 أسس. الأساس الأول هو استخدام الخبز، ولكن استخدام الخبز الطبيعي، وهذا تكلمت عليه في فيديو سابق وهو فيديو حمض الفيتيك ويرجى العودة إليه. في هذا الفيديو فصلت فيه ما هو حمض الفيتيك والخبز وما هي الفوائد الموجودة فيه. لكن اختصارا نتكلم الناس اللي ممكن ما شافوش الفيديو من قبل على الخبز الطبيعي.
الخبز الطبيعي هو كل دقيق لأحد الحبوب، ولكنه يكون دقيق كامل ومخمر بخميرة طبيعية. حتى فيديو الخميرة الطبيعية موجود، ممكن ترجعوا ليه وتشوفوا طريقة كيفاش يعني نخدموا الخميرة الطبيعية وكيفاش ممكن استخدامها. هذا أول شيء. يعني بالنسبة للنشويات، المصدر الأساسي بالنسبة لمريض السكري هو الخبز، ولكن نعود نكرر أنه لازم يكون خبز مخمر بخميرة طبيعية، لأنه بعد التخمير الطبيعي يصبح هنالك إمكانية لامتصاص المعادن التي تنظم عمل البنكرياس. هذا بالنسبة لي الناس اللي عندهم داء سكري النوع الثاني، يعني اللي عندهم يعني مقاومة شديدة في الأنسولين ويأخذوا حبوب حتى تدعم الأنسولين. بالنسبة للناس اللي عندهم النوع الأول، هؤلاء أيضا في حاجة إلى هذا النوع من المعادن ليكون التحرر متاحة بعد التخمر الطبيعي لمادة للعجينة في صناعة الخبز، لأنه كل الحبوب تحتوي على مادة الكروميوم، وكما هو معروف أن مادة الكروميوم تضبط سكر الدم. في الكثير من الناس ممكن يأخذوها عن طريق أو على شكل مكملات غذائية، لكن إذا كان تأخذ الكروميوم على شكل مكمل غذائي وتستخدم أحد هذه الحبوب بدون تخمير طبيعي، يعني تتناول الخبز ليباع في المخابز برا، فهذا الخبز هذا يا سيحول بينك وبين الامتصاص نتاع هذا المعدن اللي أنت تتناوله على شكل مكمل غذائي. هذا أولا بالنسبة لي الخبز كمادة أساسية. الآن نروح للخضروات، وهنا يا لازم تأخذ ورقة وقلم وتتبعوا كيف الطب الصيني التوصية نتاعو بالنسبة للخضروات. بالنسبة للطب الصيني عندنا زوج أنواع من الخضروات، ما عندناش ثالث لهما. عندنا خضار أرضية يعني تنبت تحت الأرض، وعندنا خضار تنبت فوق الأرض. الخضار اللي تنبت تحت الأرض القاعدة فيها في الطب الصيني يجب على مصاب بالداء السكري يتناولهم فقط نيئين. إذا ما قدرش يتناولهم نيئين فيستثنيهم من البرنامج الغذائي تماما. بمعنى هذه الخضار اللي تنبت تحت الأرض، إذا كان المريض يقدر أنه يتناولها خضر يعني طازجة من غير طهو فبهوى نعمت، أما إذا كان ما يقدرش يتناولها طازجة ففي الحالة هذه يمتنع عن تناولها تماما. لما نشوف ما هي الخضروات اللي تنبت تحت الأرض نجد هي عندنا مثلا البصل، عندنا الثوم، عندنا الجزر، عندنا اللفت، عندنا الفجل، وعندنا كذلك البطاطا والبطاطا الحلوة. أيضا عندنا لطوبينومبور ولا الترفاس أو البطاطا ترفاس، وكل واحد كيفاش يسميها. هذو المواد هذه إذا كان المريض يقدر يتناولها نيئة مرحبا، إذا ما تقدرش تتناولها نيئة امتنع عنها. وهنا نجي ونلقاو الناس تنقسم إلى أقسام، كاين كل الناس ما يقدروش يتناولوا لا البطاطا الحلوة ولا البطاطا العادية نيئة ولا الترفاس نيئ اللي هو لطوبينومبو، هادو ما يقدروش يتناولوهم نيئين، دونك هنا هذوما نستبعدوهم. ولو كان تروحوا تشوفوا الاندكس غليسيميك نتاعهم تلقاو طالع بزاف، يعني الاندكس غليسيميك نتاعهم. لكن نعاود نرجع للطب الصيني ما يعرفش الاندكس غليسيميك وما يتكلمش على الاندكس غليسيميك ولا علاقة بمحتوياته من محتويات هذه النوع من الخضر بمادة أو بالنشويات. الباقية اللي هي الجزر مثلا، وحتى الشمندر، وحتى البصل والثوم، هذا كلهم يتناولهم مريض بالداء السكري يتوجب عليه يتناولهم طازجين، يعني من غير مرور بأي نوع من أنواع الطهو، لا بخار ولا قلي ولا في الفرن ولا في مرق ولا أي شيء. هذه بالنسبة للخضار الأرضية، متفقين الخضار الأرضية يعني تنبت في باطن الأرض، هذه يتناولها الشخص المصاب بالداء السكري سواء النوع الأول ولا النوع الثاني يتناولهم طازجة غير مطهوة. بالنسبة للخضروات الآن التي تنبت فوق الأرض، اللي هي بقية الخضروات اللي تعرفوها مثل الخس والخيار والكرنب والقرنبيط والشوفلور والقرعة والكوسة والبسباس وكثير من الخضروات اللي تنبت فوق الأرض، هذه القاعدة فيها هي اختيارية، لكن الأحسن القاعدة هي التالية: يتناول مريض داء السكري هذه الخضروات اللي هي الهوائية، يتناولها ما أمكن طازجة، وإذا لم يستطع أن يتناولها طازجة فليتناولها نصف طهو. يعني
اذا مثلا يجيني شخص يقول لي انا مثلا نقدر نتناول البسباس مثلا اللي هو الفندوي، نقدر نتناوله طازج يعني خضر نقطعه وناكله في اون سالاد، هذه مليحه. يجيني واحد يقول لي انا والله البسباس ما نقدرش ناكله هكذاك طازج لسبب او لاخر، ربما ما يحملوش ما يتقبلش المذاق نتاعو هو نيء، وممكن مثلا يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي مثلا، خاصه اذا كان من الناس اللي يتناولوا الخبز الصناعي ما يتناولش الخبز المخمر بخميره طبيعيه، فممكن يسبب له انتفاخات او ما شابه. كيف كيف لي شو الكرومبيط، عندنا كثير بالانواع تاع الكرومبيط، عندنا الكرومبيط الاحمر، عندنا الاخضر، عندنا الابيض، هذه الانواع هذوما ممكن لو كان ورقه 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 من 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 هؤلاء الثلاثه تصنع صحن تاع سلطه ممكن ان يكون وجبه يعني. فممكن يجيني شخص يقول لي مثلا ما نقدرش نتناول لي شو خضوره يضروني ولا يديروا لي دي غاز، خاصه اذا كان عنده البروبيوتيك في الجهاز الهضمي نتاعو ماهمش كما ينبغي، ففي الحاله هذه راح يكون البكتيريا الصديقه ما تكونش كما ينبغي في الجهاز الهضمي نتاعو، ففي الحاله هذه راح تسبب له مشاكل. فيقول لي انا والله نقدر نتناوله فقط مطهو. طيب اذا كنت تحب تتناوله مطهو، القاعده تقول لك اذا ما تقدرش تناوله طازج تناوله مطهو ولكن نصف طهو، يعني لازم يكون فيه يعني دومي كوي، يعني مازال ماهوش طري، يعني فيه قرمشه، يعني كي تحطو يكون انكور كروكون، يعني كاين قرمشه موجوده فيه. ففي الحاله هذه متاح لك وما كان حتى مشكل، لكن القاعده التفضيليه هي ما دام نقدر نتناول اي نوع من الخضار الهوائيه طازجه فلاتناولها طازجه، اذا ما نقدرش نتناولها طازجه عادي نروح نطهوها ولكن نخلي فيها روح، يعني نخليها ماهيش ميته ما نرداش كيما الزبده. هنا اذا كان رديتها كيما الزبده خلاص يعني الفوائد الغذائيه نتاعها خاصه فيما يخص الفيتامينات فتكون تبخرت. هذه بالنسبه لي المجموعه الخضريه والخضار، هذه التوصيات نتاع الطب الصيني والتقسيمات نتاعو. الان فيما يخص اولا تكلمنا عن الخبز، ثانيا عن الخضار، الان نتكلم عن الفواكه. بالنسبه للطب الصيني الفواكه بالنسبه للمريض نتاع السكري ممنوع اي تحويل في الفواكه. ما معنى هذا الكلام ممنوع اي تحويل في الفواكه؟ الفواكه عندها قاعدتين، عندها ممنوع التحويل وممنوع استهلاكها مع اي شيء اخر. الان عندي الفاكهه، بالنسبه للمريض السكري ممنوع عليه مثلا ياكل فاكهه محوله. كيف فاكهه محوله؟ يعني كومبوت ممنوع عليه، كونفيتير ممنوع عليه، فاكهه مجففه ممنوع عليه، يعني ياكلها طازجه. مثال بالنسبه للمريض نتاع السكري، بالنسبه لماده التمر مثلا، الطب الصيني يفضل انه المريض نتاع السكري يتناول الرطب ولا يتناول التمر، يعني لانه التمر هو الماده او الفاكهه التامه والكامله في 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 التمر، يعني تكون وصلت بلغت يعني لحقت درجه الكمال نتاعها وتحولت الى تمر. هذه اذا كان وجد الرطب يعني هو اللي هو نصف نمو نتاع التمره، ففي الحاله هذه من الاحسن انه يتناولها يوم ما يتناولش التمر. هذا فقط كمثال. مثلا التين الجاف والتين الطازج من الاحسن انه يتناول التين الطازج ويتناول التين الجاف. بالنسبه للعنب والزبيب احسن انه يتناول العنب ولا يتناول الزبيب. لكن الان هذه التفضيلات تكلمت على ثلاث مواد اللي هي تقريبا شبه ممنوعه على المريض نتاع السكري او مريض داء السكري، اللي هي التين والعنب التين والعنب والتمر. نعم، هذه ثلاث مواد اللي هي شبه ممنوعه على مريض السكري، الطب الصيني يسمح بها اذا كانت في مراحل نموها الاولى، يعني اذا كانت ما زالت يعني باكور، ها كيما التين يعني ما يكونش مجفف وما يكونش كونفيتور وما يكونش سو فورم دو كومبوت، كذلك بالنسبه للتمر وكذلك بالنسبه للعنب. الكميات من بعد نتكلموا على الكميات، لا نتكلموا على التحويل. يعني ما يجيش واحد مثلا مريض تاع الداء السكري ونشوفه يشرب في عصير برتقال ويقول لي نو هذا راهو عصير طبيعي. اخي هذا العصير هذا اللي انت درته، لو كان نقول لك عمر لي هذا الكاس بالعصير راح تستخدم على الاقل ثلاث حبات نتاع برتقال، بينما لو كان نعطي لك ثلاث حبات برتقال كاملين ونقول لك تناولهم
سواء مريض سكري ولا ما يكش مريض سكري، ما تقدرش تتناول 3 حبات برتقال الا فيما نظر، يعني اللي يتناول 3 حبات برتقال في وقت واحد في مكان واحد فهذا بصحته. لكن انا نتكلم على العادي يعني على العموم. لماذا؟ لانه الالياف اللي موجوده فيها راح تعطيك هذاك الاحساس بالشبع، وكذلك مش راح يكون الامتصاص نتاع السكر الموجود في الفاكهه ما يكونش سريع. فبالنسبه لمرضى السكري حذاري ثم حذاري ثم حذاري من انكم تاخذوا فاكهه او تحولوها الى عصير، سواء في البلندر ولا في السنتريفيجوز سي انكور بير. السنتريفيجوز كارثه اكثر، لانك تنحي كل الالياف الموجوده فيها. فهذه بالنسبه للفاكهه، يعني التحويل ممنوع، يعني مع نوع عصير الفاكهه ممنوع. قلنا التحويل، هذه قاعده انه لا يجب ان يكون هنالك تحويل. القاعده الثانيه، أنه لا يمكن ان مريض السكري يوصى بتناول الفاكهه بعد الوجبات ولا مع الوجبه، هذه ممنوعه جدا. لذلك الطب الصيني ينصح بتناول الفواكه في اوقات بعيده جدا عن الوجبات. مثال، لو ناخذ مثلا شخص ايديال، يعني عنده فطور صباح وعنده غداء وعنده عشاء، فالفاكهه متى رايحه تكون؟ اما رايحه تكون ساعتين بعد الفطور وساعتين قبل الغداء، مثلا اذا كان يفطر على الساعه 8 ويتغدى على الساعه 12 او منتصف النهار، فالوجبه نتاع اللي يكون فيها الفاكهه من المستحسن انها تكون على الساعه 10 صباحا، يعني اون كولاسيون ابار. الكميات مازال ما تكلمتش على الكميات، ساتكلم على الكميات تاع الفاكهه كم هي بالنسبه لي توصيه الطب الصيني. اذا كان الشخص عنده وجبه الافطار الغداء عفوا على منتصف النهار ومثلا وجبه العشاء على الساعه 8 ليلا، فمن الاحسن ان تكون هذه الوجبه اللي فيها الفاكهه تكون على 4 مساء، يعني 4 ساعات قبل بعد الغداء او 4 ساعات قبل العشاء. يعني هذو هما القواعد اللي تكلمنا عليهم بالنسبه، القاعدتين اللي تكلمنا عليهم بالنسبه للفاكهه. يعني الفاكهه تتناولها وهي طازجه في بكورها، يعني في مراحل نموها الاولى، وتتناولها بدون تحويل، يعني بدون ما تحول الفاكهه هذيك، يعني تاخذها كما خلقها الله عز وجل وتتناولها باسنانك، وما تستخدم لا سنتريفيجوز ولا روبو ولا بلندر ولا نار ولا فرن ولا تزيد لها اضافه ولا اي شيء. الشيء الثالث الان اللي هو نتكلموا على الكميه، يعني كل انسان عنده كف اليد نتاعو، ما تشبهش الكف اليد نتاع الوالد نتاعو، ما تشبهش الكف اليد نتاع الاخ ديالو، كل واحد عنده كف اليد نتاعو خاص. لهذا الفاكهه وكميه الفاكهه اللي يتناولها مريض السكري راح تكون قبضه اليد هذه هكذا. لاحظوا مليح حتى نحطها لكم هنا في الصوره باش تعرفوا قبضه اليد، يعني اللي يكون داخل هذه القبضه تاع اليد من الفاكهه. يعني لو نتكلموا على البرتقال مثلا راح تكون نصف برتقاله، لو نتكلموا على التفاحه راح تكون نصف تفاحه او تفاحه صغيره مثلا، اللي كان من التفاح اللي ينبت عندنا يعني العادي اللي كاين في الجزائر. اذا كان نتكلموا على التمر، فانا مثلا قبضه يدي انا هذه عندي 3 تمرات، واضح. لو نتكلموا على الباكور، باكوره واحده حتى انه شيء منها يبقى في الخارج. فهذه هي الكميه، يعني كل انسان يشوف ما هي قبضه اليد نتاعو، يد واحده مش اثنين. هذه بالنسبه لي الفواكه الطازجه. لن نتكلم على الفواكه الجافه. الفواكه الجافه الزيتيه مسموح، اما الفواكه الجافه الغير زيتيه غير مسموح بالنسبه لمريض السكري. ما معنى الفواكه الجافه الزيتيه والفواكه الجافه غير الزيتيه؟ لانه نعرف انه التقسيم هذا هو تقسيم جديد وماكمش موالفين به وما تعرفوهش، لانه هذا تقسيم فقط في الطب الصيني. ما هي الفواكه الزيتيه؟ الفواكه الزيتيه هي مثلا عندنا اللوز، الجوز، ناب العجوز اللي هو نواد كاجو، الفستق، والفول السوداني اللي هو الكاوكاو. هذه الفواكه الزيتيه، هذه مسموحه لمريض السكري. ولكن كيف مسموحه؟ مسموحه بدون تحويل ايضا، يعني تطبق فيها نفس القاعده، والكميه هي هذه بقبضه اليد. كيف بدون تحويل؟ يعني ما ناكلوش، ما نتناولوش لوز مملح ومطهو على درجه حراره فرن 280 ل 300 درجه، كيف بالنسبه لنواد كاجو، بالنسبه لبقيه الزولياجينو اللي هما المكسرات. لأن المكسرات يدرجها الطب الصيني في الفواكه الزيتية، هذه قلنا مسموح وهي بقبضة اليد ولا لازمش تكون محولة. مثلا يجيني شخص يقول لي أنا لو كنت تناول مثلا لوز ولا كاوكاو ني راح يسبب لي مثلا اضطرابات هضمية، عندك حل من اثنين، إما أنك تقصي هذه المادة الغذائية نهائيا من من من
من الغذاء نتاعك. مثلا اذا كان شفت باللي الكاوكاو يضرك ولا اللوز يضرك ولا الماد كاجو يضرك اقصيه نهائيا، والا في حل اخر وهو لو ترومباج، يعني تحكم اللوز ولا الكاوكاو ولا الماد كاجو ولا الفستق ولا وتنقعهم في ماء مده ليله، والصباح كي تنوض ترمي الماء هذاك وتتناول هذه الحبات. ممكن تجففها، ممكن تخليها في لو سيشاج عادي ولكن ليس على درجه حراره عاليه. هذا بالنسبة للفواكه الزيتية. بالنسبة للفواكه الغير زيتية، إذا كانت قلت يعني جافة فهي ممنوع، يعني الزبيب بكل أنواعه، التين مجفف بكل أنواعه، التمر يعني التمر كي يلحق مرحلة التمر يعني يكون جاف، يعني كانت التمرة تكون رطب ثم تتحول إلى تمر، يعني تكون في نهاية مرحلة نموها، فهذه ممنوع ايضا على المريض السكري. وهنا المشكل وراه انه الكميه نتاع الالياف والماء الموجود فيها تفقد هذه الفاكهه، فبالتالي يصرى مشكل ويصبح عندنا السكر يرتفع بشكل كبير. الان تكلمنا على ثلاث اشياء، نعاود نذكر، تكلمنا على الخبز وقلت ارجعوا للفيديو اللي فيه كيفيه او ماده الخبز كيف تكون وما هي فوائدها والخميره الطبيعيه. ايضا تكلمت على الخضار كيف التقسيم تاع الطب الصيدلي لها، وتكلمت على الفاكهه ايضا كيف قسمها الطب الصيدلي وكيف يوصي بها مرضى داء السكري. الان نتكلموا على شيء اخر هو البروتين. البروتين عندنا في الطب الصيني عندنا قسمين كبار من البروتين، اللي هو البروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية. نتكلم شوية على البروتينات النباتية. بالنسبة للبروتينات النباتية هي كل الحبوب الجافة اللي هي اللوبيا والعدس والجلبانة والفول والحمص. هذه الحبوب هذه عاودوا رجعوا الفيديو تاع حمض الفيتيك، تكلمت فيه أنه الليكتينات اللي كاينة في هذه البقوليات لازم يندار فيها لترومباج. بالنسبة للطب الصيني يقول لك يجب أن تنقع هذه الحبوب مدة 12 ساعة كاملة، يعني ليلة كاملة، وفي الصباح تقوم بغسل هذه الحبوب. ثم لمود دو كويسون تاعها، يعني طريقة الطهو عندهم في الطب الصيدي هي تختلف على طريقة الطهو اللي نعتادوها واللي نعرفوها احنا، وخاصة بالنسبة للمريض نتاع الداء السكري. واش هي طريقة الطهو في الطب الصيني؟ بالنسبة لمود دو كويسون يقول لك يجب انك تغسل الحبوب هذه بعد النقع مدة 12 ساعة، وتضع فوق النار قدرين، قدر فيه الحبوب نتاعك بماء وقدر اخر فيه ماء فقط. لما يوصلوا الاثنين لدرجة الغليان رايح تمسك انت القدر نتاعك هذاك اللي فيه الحبوب نتاعك، مثلا لنفرض مثلا الحمص، او بدا يغلي، غير يبدا يغلي الحمص يبدا يطلع هذيك الرغوة، انت تحكم صفاي وترمي فيه الحبوب هذيك بالماء نتاعو، تصفي الماء هذاك وتحكم القدرة الثانية اللي راهي بدات تغلي هي ثاني، نصف القدر هذاك تغسل به هذه الحبوب وتعاود ترد الحبوب هذه في داخل القدر وتكمل الطهو نتاعك لمدة نتاع ساعة ونص، ساعة و45 دقيقة حتى لساعتين، وما نستخدموش لاكوكوت مينوت. هذا بالنسبة لي الطب الصيني. هذه الطريقة نتاع الطهو هذه رايحة تقضي على جزء كبير من الليكتينات اللي هي مادة شبيهة بلاسيد فيتيك وتعيق امتصاص نتاع المعادن. بالنسبة للطب الصيني مسموح للمريض نتاع الداء السكري انه يتناول هذه الحبوب الجافة بعد طهوها، بعد نقعها ثم طهوها بالطريقة اللي تكلمت عليها، ويعملها اي اضافات يعني مسموحة في حقه، ويتناولها على اساس انه ياخذ منها بروتينات نباتية، وحقيقة موجود فيها نشويات ولكن النشويات نتاعها غير ضارة لانه فيها الياف، خاصة اذا كان اخذت بكمية، وراح نتكلم فيما بعد على الكميات. الآن هذا بالنسبة للبروتينات النباتية. بالنسبة للبروتينات الحيوانية، البروتينات الحيوانية الطب الصيدلي قسمها إلى ثلاث أقسام. عندنا بروتينات أرضية، وعندنا بروتينات سماوية، وعندنا بروتينات مائية. بالنسبة للبروتينات الأرضية هي كل الحيوانات الداجنة التي تدجن عندنا والتي لا تطير، يعني مثلا الدجاج، البقر، الغنم، اللحوم نتاعهم هذه. وبالنسبة للطيور، البروتينات السماوية هي الطيور، يعني كل الطيور نتاع الصيد، الطيور اللي يصيدوها في الغابة هذه تسمى الطيور البرية أو الطيور السماوية. هذه بالنسبة للمريض الداء السكري
ومريض التصلب الشرايين ومريض القلب اللي عنده ليبرتونسيون ارتيريال. نهار واحد اخر نتكلموا على الناس اللي عندهم ضغط الدم، كيف يكون برنامج التوصيه الغذائيه بالنسبه للطب الصيني. هؤلاء ممنوع عليهم كل هذه الاصناف تاع البروتينات. هذا الطب الصيني هكذا، وبالتجربة يعني مع الناس رجع لي هيموغلوبين غليكي الأصل نتاعو. فلما يجيني واحد يقول لي مثلا أنا منين نتحصل على البروتين، فنقول له أنه الطب الصيني يسمح لك بتناول البروتينات المائية. البروتينات المائية يعني الأسماك، ولما نتكلم على الأسماك نتكلم على ليفيرتيبري، يعني نتكلم على الأسماك التي عندها عمود فقري، ولا أتكلم على نوعين من المأكولات البحرية اللي تلقاهم اللي هما الموليوسك يعني الرخويات، والكريستاسي اللي هما القشريات. هؤلاء الزوج هذوما اللي هما الرخويات والقشريات هذوما ما مش داخلين عندنا في البرنامج نتاع الطب الصيني بالنسبه لمريض السكري. يعني ما يجيش واحد يقول لي والله انا ما نحبش ناكل لي بواسون، نروح ناخذ الكالامار ولا ناخذ البولب ولا ناخذ الكروفات ولا اللي يقدر ما بيان سور. هذه لا، احنا ما نكلفوكش بهذا الشيء، وبالعكس ممنوع عليك هذا الشيء هذايا اللي هما الرخويات والقشريات ممنوعين عليك كمريض داء السكري، سواء من النوع الاول ولا من النوع الثاني، لكن مسموح لك انك تاخذ الاسماك اللي عندها عمود فقري. هذا بالنسبه للبروتينات المائيه يعني الاسماك. الان الاسماك هذه واش هي الانواع نتاع الاسماك اللي ممكن يتناولها الشخص المصاب بالداء السكري؟ بالنسبه للطب الصيني يتكلم على يعني كميه ما تعادل 200 غرام من 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 لحوم الاسماك يوم بيوم. يعني كي تجيب انت كيلو تقسم هذاك الكيلو على 4، نهار تاكل نهار ما تاكلش. وشنو هي الاسماك؟ الاسماك اللي نتكلموا عليها هي كل سمكه يكون الحجم نتاعها اقل من كف اليد. يعني كي نجيو نشوفوا نلقاو سواء لا دوراد سوفاج ولا لي ساردين ولا لاتشا ولا لي لونشوا ولا هذا النوع هذا، يعني ما نحتاجوش الاسماك الكبيره. هو في الطب الصيني هذه هي التوصيه نتاعو، يعني هو يتكلم على الحجم نتاع كف اليد الشخصه، كل واحد كف اليد نتاعو شحال، يعني بتيت دوراد تكفي. لكن ممكن نجيو نشوفوا مثلا التغذيه الان، يعني المخابر لما تتفحص عينات من الاسماك اللي موجوده، قد ما يكبر السمك قد ما يكبر في الحجم نتاعو قد ما تكون يخزن معادن ثقيله في داخل لاشير نتاعو، يعني في داخل اللحم نتاعو تكون فيه معادن ثقيله، وقد ما كان الحجم نتاع السمكه صغير راح يكون اقل ضررا. بون طب واحد يقول لي ممكن طب الصيني كان يعرف هذا الشيء، يقول لا، طب الصيني هو طب ما عنده حتى علاقه ب لابيوشيمي وبالدقائق الامور هذه، لا يعرف فيها شيء ولا يتكلم عنها نهائيا البتة، ولكنه يتكلم على امور انه يقول باللي الانسان ياخذ حاجته فقط ب هو طب وصفي. يعني كي يوصف لك يقول لك بكف اليد نتاعك انت تشوف السمكه اللي ما تفوتش الكف نتاع اليد نتاعك، فهذا هو. وحتى ال 200 غرام اللي يتكلم عليها هي حفنه، يعني من اللحم نتاع السمك هذا تاكلها يوم تاكل ويوم ما تاكلش. اليوم اللي بعده تتناول البروتينات النباتيه يعني من الفول والحمص وما شابه. لان ممكن واحد يقول لي مثلا السمك السعر تاعو غالي، والله حكموا ورقه وقلم وعملوا حساب وعاودوا ردوا لنا بالخبر. الناس اللي تتناول اللحوم وخاصه اللحوم المحوله، يعني هذا المرقاز وال يعني النقانق والمارتيديلا الكاشير وهذه الاشياء هذه، هي اللي حتى لو كانت لحوم هي بقايا لحوم وتحول وتصنع ويعطوها للناس وياكلوها والناس يتناولوها. ممكن يجيني واحد يقول لي ما نقدرش نشري السمك نتناول الطون اون كونسيرف هذاك اللي راهو يتباع، نقول له لا، اذا كنت تقدر تاكل الاسماك البحريه البريه يعني سوفاج بحريه فبها ونعمت، اذا ما كانتش هذه فاستغني عنها وتناول الحبوب الجافه، دخلها في النظام الغذائي نتاعك. واحد يجي يقول لي مثلا انا نتبع في البرنامج هذايا، نهار مثلا عرضوني باش نروح ندير ان باربيكيو ولا مع الاصدقاء ولا، نعم ممكن تتناول، لكن انا نصيحتي وشنو هي؟ نصيحتي انه دائما مثل ما اتقوا الله ما استطعتم، نفس الشيء بالنسبه للتغذيه، نفس الشيء، يعني انت رايح تتبع برنامج غذائي باش تحسن من الهيموغلوبين غليكي تاعك، يعني انت الاولويه نتاعك هي هذا، يعني عندك هدف، لازم توصل للهدف هذا، يعني تجنب كل الاشياء التي تؤدي الى عكس الهدف نتاعك.
يعني اذا كان عرضوك مره ايه، ولكن ماشي انت تعرض روحك في كل مناسبه وتروح باش تناول امور اللي هي في الحقيقه ممنوعه عليك حتى ينضبط الهيموغلوبين جليكين تاعك. نعاود نرجع ونكرر نقطة، ولا نتكلم على نقطة مهمة جدا فيما يخص البروتينات البرية، يعني كل الحيوانات الداجنة. لما نتكلم على الحيوانات الداجنة نتكلم على الحيوان الداجن به، يعني باللحم نتاعو بمشتقاته. يعني إذا كنت تكلمت على البقر فأنا نتكلم على البقر والألبان نتاعها ومشتقاتها وجميع المشتقات نتاعها. إذا كنت تكلمت على الغنم نفس الشيء، وإذا كنت تكلمت على الديك الرومي اللي هي لاداند نتكلم على الديك الرومي باللحم نتاعو بالبيض نتاعو. الدجاج كذلك، يعني هو والبيض نتاعو ممنوعين عليك يا مريض الداء السكري في مرحلة ضبط الهيموغلوبين غليكي. لما ينضبط عندك الهيموغلوبين غليكي هذاك الوقت لكل حادث حديث، بعد نتكلموا كيف رايح يكون. والفتره اللي نحددوها لهذا البرنامج هذه هي مده تاع 3 اشهر ان يتبع فيها الانسان هذه الخطوات هذه باش يوصل بها الى تعديل الهيموغلوبين غليكي نتاعو. نعاود نراجع مع بعض النقاط اللي تكلمنا عليها. تكلمنا على الخبز، تكلمنا على الخضروات، وتكلمنا على تقسيم تاع الفواكه وطريقة أكلها وكيف، وتكلمنا على الأسماك. بالنسبة للناس اللي يتناولوا الأسماك هنا فراح تكون عندهم كمية إلى من أو كمية معتبرة من حمض الأوميغا 3 اللي يساعد على ضبط المستوى السكري، ويساعد أيضا على ضبط الدهون الثلاثية وحتى الكوليسترول، لأنه كل هذه المشاكل تكون متتابعة مع بعضها البعض إذا كان ارتفع الهيموغلوبين غليكي. كذلك موجودة في داخل الفواكه الجافة الزيتية اللي تكلمنا عليها اللي هي المكسرات، يعني موجود فيها أحماض الأوميغا 3. النقطة الخامسة اللي نتكلم عليها وهي تبع الأوميغا 3 اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون يعتبر من أهم المصادر للدهون بالنسبة لمريض السكري. يعني أنا نشوف مريض السكري سواء النوع الأول ولا النوع الثاني أحسن نوع من الدهون يتناولهم هو زيت الزيتون. يعني الزبدة ما يتناولهاش، علاش؟ لأنه بالنسبة لتوصية الطب الصيني هي أحد مشتقات البروتينات أو الحيوانات البرية، دونك ممنوع عليه. الشحوم كذلك هي أحد مشتقات الحيوانات البرية، يعني الأرضية ممنوع عليه. الزيوت النباتية ممنوع على المريض نتاع السكري واللي عنده ضغط الدم واللي عنده مشاكل في الشرايين، ممنوع عليه نهائيا إلا زيت الزيتون. ما يجيني شخص يقول لي هل ترى الطب الصيني وصى بزيت الزيتون؟ نقول لك أنا الطب الصيني ما يعرفش زيت الزيتون، الطب الصيني ما وصاش بزيت الزيتون، ولكن هذه توصية احنا ناخذها عن تجربة، لأن الطب الصيني هو يمنع عليك نهائيا يعني الدهون، ويقول لك اكتفي فقط بالدهون الموجودة في الأسماك والموجودة في المكسرات، يعني الليزولياجين. هذا بالنسبة للتوصيات عموما. في نقطة أخرى اللي هي فيما يخص شرب الماء. كثير اللي يسألوا هذا السؤال هذا، هل ترى يعني أوتون كو ناتيوروبات هل الماء عنده مثلا وقت معين يشرب فيه؟ هل ترى عنده حد معين؟ فأنا أقول بلي الأجسام نتاع الناس تختلف، وناس بزاف اللي ممكن أنهم ما يشربوش الماء حتى يشعروا بالعطش، وكاين الناس اللي ربما ما يشربوش الماء نهائيا، يعني يتناولوا سوائل أخرى، مثلا يشرب عصير أو يشرب شاي أو يشرب قهوة فيقول لك يكفيني. لكن يعني بالنسبة للطب الصيني دائما يتكلموا على الماء أنه مهم جدا أنك تأخذ الماء بدرجة حرارة الجسم، حتى ماشي بدرجة حرارة الغرفة، يعني درجة حرارة الجسم تقريبا، يعني لأنهم دائما هما يوضعوا الماء اللي يشربوه دائما سواء أمام المدفئة ولا في مكان اللي يكون فيه حرارة تاع الصيف، ويتناولوه مباشرة، يعني ما يسخنوش الماء هما. ولكن الآن الناس كاين كثير من الناس اللي عندهم ديستريبيتور تاع الماء يقدر يعدل درجة الحرارة، يردها مثلا 30 درجة مئوية ولا حتى 35 درجة مئوية ويتناول الماء. الماء بدرجة حرارة يعني قريبة لحرارة الجسم، فهذا ماهوش رايح يشوكي الجهاز الهضمي. يعني كثير من الناس يعني تقريبا ياخذ الكاس نتاع الماء تلقاه من برا يعني فيه ضباب لانه بارد ساقع الماء هذا، فهذا رايح يشوكي الجهاز الهضمي نتاعو. ومريض داء السكري بالنسبه لنا في الطب الصيني هو مريض اصلا في الجهاز الهضمي، يعني ما لازمش يعمل اي شيء يؤدي بالضرر
في الجهاز الهضمي، يعني لازم الجهاز الهضمي تاعو يرتاح. بما اننا نتكلم على الراحه تاع الجهاز الهضمي، نتكلم على نقطتين مهمتين. النقطه الاولى اللي هي تنظيم الغذاء وتنظيم شرب السوائل، لانه تنظيم الغذاء مثلا شخص ينوض يتناول الغداء نتاعو مره على 12، مره على 11، مره على 2 تاع العشيه، مره على 4 تاع العشيه، فهذا هنا ماكش رايح تلقى حتى نتيجه ولو تتبع هذه الخطوات. لهذا لازم يكون عندك انضباط في وقت الغداء ووقت العشاء. كذلك هذا بالنسبه للوقت. كذلك بالنسبه لفطور الصباح، الناس اللي عندهم السكري من النوع الثاني، وركزوا معايا مليح، يعني اللي ياكلوا الحبوب، اللي يتناولوا الحبوب الكليكوفاج وما شابه، اللي هما لي بيكوانيد، هاد الناس هذوما من الاحسن انهم يسوطيو الوجبه نتاع الافطار. يعني في الافطار لا يتناولون شيء، فقط شاي او قهوه بدون سكر وماء، ويخليوا الجسم نتاعهم يتنقى ويتصفى ويواصلوا عمليه الصوم الطبيعيه، يعني اللي من العشاء نتاع البارح وهما يعني كانوا صايمين، يعني راقدين ما كانوا ياكلوا حتى شيء، ولما ينوضوا الصباح ما يتناولوا اي شيء. فرضا انه يجيني شخص يقول لي لا انا والله لو كان ما نتناولش وجبه في الافطار فممكن يصرى لي مشكل، ممكن يحبط لي السكر، ممكن فالسكر هذا يحبط لك نتيجه الحبوب اللي تتناولها في وقت الافطار. اذا كان شفت هذا الشيء فعادي، عندنا لاكوراسيون تاع العشرة نتاع النهار اللي فيها الفواكه. لما نتكلموا عن الفواكه، نتكلموا عن الفواكه بنوعيها، الفواكه الجافه اللي هي ليزولياجينو اللي هي مكسرات، والفواكه الطريه الطازجه الغير محوله، هذه ممكن انك تتناولها في هذا الوقت اذا كان شفت يعني ضرر في انك تخلي وجبه الافطار وما تتناولهاش، يعني اخرها بقدر المستطاع حتى الساعه العاشره صباحا ولما لا. هذا فيما يخص تنظيم وقت الاكل. الان نتكلم على تنظيم السوائل. شرب السوائل في الطب الصيني بدرجه حراره الجسم متى يكون في وسط الاكل، يعني كي نكونوا نتناولوا في الطعام ممكن اننا نتناولوا مع الماء. الكثير من الناس ممكن يجيني واحد يقول لي طبيا هل هذا الامر فيه ولا ما فيهش؟ طبيا الان كل واحد يقول الكلام اللي يحب، يعني ما كانش توصيه طبيه خاصه بالنسبه لشرب الماء، يعني ترى قبل الوجبه ولا بعد الوجبه ولا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تجعل اخر طعامك الماء، يعني ماشي تاكل 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 ومن بعد تشرب الماء وسي بون. من الاحسن انه الماء اذا كان يكون في وقت الوجبات فيكون اثناء الوجبات، يعني تاكل قليلا ثم تتناول الماء عادي. ولكن هذه الكميه تاع الماء ماهيش كميه كبيره، لانه الوجبه يعني انت مثلا كل ساعتين راح تشرب كوب من الماء، يعني في طيله اليوم نتاعك فانت راح تقريبا تشرب 8 أكواب من الماء في اليوم، يعني فثمانية أكواب من الماء تختلف من فصل إلى فصل ومن شخص إلى شخص. فالماء شوفوا حاجتكم من الماء وحاجتكم من شرب الماء، يعني أقل شيء ممكن يكون لتر ونص أو 8 أكواب من الماء يوميا، يعني قرعة من اللي تنوض حتى من ترقد على الأقل تكون كملتها. بالنسبة اللي عنده هيموغلوبين غليكي نتاعو طالع فهو من الأحسن أنه يزيد أكثر على هذه الكمية بقدر المستطاع. هذا فيما يخص التغذية. لأن أنا نتكلم على التغذية وهي إحدى توصيات الطب الصيني، لكن في توصيات أخرى من غير التغذية، وهي التوصيات اللي فيها مواد نأخذها مساعدة في تخفيض السكر التراكمي، وعندنا توصيات أخرى بالنسبة للحركة العامة، يعني كيفاش الإنسان يتحرك وما إلى ذلك. اليوم نشوف أنا بلي الفيديو هذا يراه طويل بزاف، واخذ وقت بزاف اكثر من اللازم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكم نتاع المعلومات. اذا فيه اسئله ممكن تطرحوها في الكومونتير، ما كان حتى مشكل، ممكن تبعثوا لي حتى على الخاص. المره الجايه نعمل فيديو نتكلم فيه على التوصيات الخاصه بالطب الصيني والتي تساعد في خفض السكر التراكمي نتاع 3 أشهر اللي هو الهيموغلوبين غليكي، ونتكلم ايضا على التوصيات التي تخص الحركة والرياضة في الطب الصيني كيف تكون. حتى لهنا ينقلكم يعطيكم صحة اللي شفت الفيديو، وإن شاء الله تكون استفدت واستمتعت معايا في هذا الوقت هذا، وإن شاء الله ما كنتش طولت عليكم، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.